الأقرب لأنه الأكثر سيطرة والأكثر هجوما. 74 دقيقة لعب تنقضي، ندخل في أجواء آخر ربع ساعة. تشافي يستطيع أن يصوب، يعطي الكرة لميسي، ميسي يحتفظ بالكرة، يمررها والهدف يأتي أخيرا، وبرشلونة يسجل. ومن يفعل ذلك؟ يفعله إيريك أبيدال المدافع الفرنسي في الدقيقة 75. يا سلام، ثلاث ساعات إلا ربع صمد بالباو، ثلاث ساعات إلا ربع انتظر برشلونة حتى سجل أخيرا. وعن طريق من؟ عن طريق المدافع، رجل المباراة الذي تلقى ربما حجرا أو شيئا في رأسه قبل قليل، لكنه تحول من ظهير أيسر إلى قلب للدفاع، والآن هو الذي يسجل الهدف، هو الذي يتوج الهجمة في الدقيقة 75. أبيدال يسجل وبرشلونة يتأهل إلى ربع النهائي لمقابلة ختافي على الأرجح. إذن ما زال احتمال برشلونة ريال مدريد في المباراة النهائية، الكلاسيكو في النهائي ما زال احتمالا قائما. هنا سلسلة تمريرات أنهاها ميسي عند أبيدال الذي أنهاها في الشباك وسجل أخيرا. وأقول أن برشلونة يتأهل، لماذا؟ لأن بيلباو الآن بحاجة لهدفين، هو لم يسجل في ثلاث ساعات إلى ربع أي هدف، هل يفعلها مرتين في ربع ساعة؟ هذا أمر أقرب إلى المستحيل في